السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي، ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام. والنهاردة يا جماعة هنتكلم عن رؤية الحمل فقط، وعايزكم تخلي بالكم إن اللقاء اللي جاي هيبقى رؤية الحمل مع الإجهاض، تفرق. فده لقاء لوحده اللي هنتكلم فيه النهاردة، رؤية الحمل فقط. اللقاء اللي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى هيكون رؤية الحمل مع الإجهاض. طيب ندخل على رؤية الحمل بالنسبة للرجل. إذا رأى الرجل أنه هو اللي حامل، خلي بالكم، طبعا احنا متفقين إن الأحلام فيها حاجات على غير الطبيعة. لو شاف الراجل في المنام أنه هو اللي حامل، إشارة إلى الهموم والمشاكل الأسرية. طيب إذا رأى زوجته هي اللي حامل، مولود ذكر إن شاء الله. لو رأى واحدة تانية مش مراته مش زوجته حامل، ده يدل على رزق كبير سيأتيه في الطريق. طيب لو رأى بنت من عائلته أو زوجة لرجل آخر، بس الزوجة دي أو المرأة دي من عيلته، فدي بشارة إلى التمسك هذه البنت، التمسك بمبادئ وقيم العائلة. ده بالنسبة للرجل. طب بالنسبة للمرأة، لو شافت الحمل، لو رأت المرأة المتزوجة امرأة غيرها هي اللي حامل، خلي بالكم إذا كانت تستطيع الحمل فهو حمل لها في الطريق، وإذا كانت قد يأست وصلت لسن اليأس فهي هموم ومشاكل. تاني الحتة دي، امرأة متزوجة شافت امرأة حامل، لو إن المرأة اللي شافت المنام عندها استطاعة قدرة صحية ولسه سنها صغير وتقدر تخلف، لو إنها تقدر تحمل، ده بشارة أو دي بشارة إن هي هيجي لها حمل في الطريق. طب لو الست اللي شافت المنام ده ست كبيرة وصلت الخمسين والستين وفي سن اليأس وما تنفيش حاجة بالنسبة لها حاجة اسمها حمل، ما ينفعش، فده هموم ومشاكل لها ومع شديد الأسف. طيب لو رأت بقى نفسها هي اللي حامل، هي اللي حامل، فدي بشارة، دي بشارة على أنها ستحمل، ولكنها تفكر في الحمل وفي تعب الحمل. هي تحمل، يعني تحمل هم الولادة وموضوع الولادة وبتفكر فيه يعني. طب بالنسبة للمرأة المطلقة، المرأة المطلقة رؤية الحمل لها يدل على المكانة العالية، وقيل ترقية في العمل، وقيل أموال كثيرة ستأتيها. أما إذا رأت الولادة بعد حملها تتخلص من هموم، يبقى إذا رأت المرأة الولادة بعد حملها تتخلص من الهموم، يعني شافت امرأة حامل وبعد الحمل شافت الولادة، بالنسبة للمرأة المطلقة هتتخلص من الهموم والمشاكل والتعب اللي هي فيها. وطبيعي إن المرأة المطلقة دايما بيبقى عندها ضغط نفسي وتعبانة نفسيا. طب بالنسبة للحامل، رؤية الحمل للمرأة الحامل يدل على أنها تفكر في موضوع الحمل، الموضوع ده شغلها. طب بالنسبة للبنت العزباء، البنت العزباء لو شافت الحمل في المنام فهذا فأل حسن وحظ جيد، يدل على النجاح ويدل على تحقيق الأمنيات، وقيل يدل على الزواج ويدل على الاستقامة. إن البنت دي لما تشوف الرؤية دي، من ضمن تعريف هذه الرؤية أو معاني هذه الرؤية أنها بنت مستقيمة. طيب لو رأت البنت الحامل أنها حامل في الشهر التاسع، هموم ومشاكل. وهناك رأي آخر تتحمل أنها تتحمل صعاب ومشاكل في حياتها، إن البنت دي بتتحمل كتير وشايلة هموم كتيرة ومشاكل كتيرة وصعاب كتيرة في حياتها لو شافت انها حامل في الشهر التاسع، ده البنت العزباء. طيب لو رأت البنت العزباء المخطوبة انها حامل، الاولى عزباء مش مخطوبة، المسألة التانية بقى او النقطة التانية، ان البنت العزباء وهي مخطوبة شافت انها حامل، اشارة الى القلق من الزواج، الآن من موضوع الزواج ده وبتفكر فيه، وقيل خير لها، وقيل أنها ستصبح أما في يوم من الأيام. طب لو رأت البنت الحامل أنها حامل من خطيبها، قيل خير ومال، وقيل تسمع أخبار سيئة. هذا كل ما يخص الحمل في المنام
ورؤيته وبعض التعبيرات بالنسبة للرجل والمتزوجة والحامل والمطلقة والبنت العزباء. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.